مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الرياضة. كلام في الرياضة اليوم سيكون أيضا عن الجيش العربي السوري. فريق الجيش العربي السوري الذي أحرز بطولة الدوري للمرة 13 في تاريخه، فاز على المحافظة بهدفين مقابل هدف واحد، وخسارة الشرطة أيضا أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد، أدت إلى الفوز ببطولة الدوري لفريق الجيش. ألف مبروك لفريق الجيش. طبعا انتصارات على كل الصعد بالنسبة للجيش العربي السوري، سواء كانت على مساحات القتال أو حتى على مساحات الرياضة. إذن ألف مبروك لفريق الجيش العربي السوري إحراز بطولة الدوري. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي اليوم الزميل الإعلامي المهندس سامر الزين. أهلا وسهلا فيك زميل سامر. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد وبكل الأعزاء المشاهدين. يا أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم حديثنا عن فريق الجيش أكثر، يعني تقريبا 70% بدنا نحكي بالحلقة عن فريق الجيش المرة 13 في تاريخه وعم يحرز بطولة الدوري. أنت شفت المباريات الأخيرة، يعني شو رأيك باللي حصل بآخر مباريات؟ الحقيقة المباريات الأخيرة يمكن نادرا ما بتذكر أنه شفنا بالدوري السوري وصلت الإثارة لأعلى درجة من السخونة، ولاحظت يمكن كيف تأرجح اللقب بين ثلاث فرق. يعني بالشوط الثاني من المباريات الربع ساعة الأولى كان اللقب للوحدة، بعدين انتقل للشرطة، وفي النهاية حسم الأمور الجيش. الحقيقة الجيش إذا بدنا ننظر ما لها المباراة بس الأخيرة، لكل المباريات اللي لعبها سابقا بما قدموا من أداء متوازن دفاعا وسطا هجوما، بعتقد كان هو بيستحق أن يكون بطل الدوري. هلا فريق الجيش يعني صار مدعوم من مجموعة من اللاعبين اللي أدوا أداء جيد، خاصة يعني الحارس أحمد مدني المشهور حارس فريق تشرين. الحارس كان فعلا متميز جدا، كان له دور كبير الحقيقة. دفاع الجيش أيضا كان له دور كتير مهم. الوسط كان فعال. يمكن المشكلة الوحيدة اللي عندهم غياب الهداف، لكن هالمشكلة الحقيقة المدرب الذكي فعلا كان أنس مخلوف عالجها بإدخال مفهوم اللعب الجماعي أو العمل الجماعي للفريق. يعني ما بتلاحظ فيه نجوم، لكن الفريق عم يلعب كله كمجموعة واحدة، ولاحظت أنه كل الأهداف إجت نتيجة عمل جماعي أكثر. حتى أكبر دليل على أنه الأهداف قليلة، يعني أنه مثلا هدف هدفين هدف هدفين، هذا بيلم على جماعية الفريق وتوازن بالأداء، يعني عدم المغامرة الهجومية كتير، عم يركز كان في وسط الملعب والدفاع، معتمد على قوة دفاعه وتميز حارسه أحمد مدنية. فهذا الشيء الحقيقة خلى أنه نلاحظ على نفس رتم الأداء كل المباريات، حافظ على نفس الأداء. ويمكن ما تعرض غير لخسارة وحيدة بكل مباريات الدوري، بالإضافة أيضا لتميزه ببطولة كأس الاتحاد الأسيوي، وهذا الشيء كمان ساعده في بطولة الدوري. هلا مباراة يعني الشرطة والوحدة، يعني كان هناك مباراتين على الهواء مباشرة، الشرطة والوحدة وأيضا الجيش والمحافظة. يعني الشرطة أضاع فوز يعني للمرة الثانية على التوالي، أو يعني خلال 3 سنوات، يعني أنه بيضيع منه الدوري، يعني ممكن يعني كان يأخذ الدوري مرتين. الشرطة برمشة عين مثل بيقولوا ضيع، فرط بلقب كان هو في متناول إيده. يعني الشرطة ما كان محتاج مساعدة من حدا، كان عليه بس أنه هو يفوز، لكن أضاع اللقب بطريقة فعلا كانت كتير غريبة وخالفت كل التوقعات. يعني كانت معظم التوقعات تصب لصالح فريق الشرطة، لكن قياسا للمجموعة اللي لعبت مع الشرطة بهالموسم، يمكن ما كان فيها كتير من النجوم البارزة كما اعتدنا الشرطة بمواسم سابقة، يعتبر المركز اللي حققه جيد. لكن قدم يعني مستوى جيد يعني الشرطة، طبعاً خاصة طبعاً على الملاعب الترتانية. يعني على هو بيتميز كان على الملاعب الترتانية بشكل جيد، كان هو يمكن عم يصطاد الفرق أكثر على الملاعب الترتانية، لكن بالنهاية يمكن بجوز نتيجة شوي قلة خبرة كانت من اللاعبين الموجودين، فرطوا باللقب رغم أن كان المصير بإيدهم. مباراة يعني كانت قوية من جانب الشرطة والوحدة. يعني الشرطة يعني عم يضيع مالنا يعني الدوري، الوحدة يعني كان بإمكانه أنه يفوز. يعني لو كان هنا خسرته مع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، يعني لو كان جاب تعادل يعني ممكن كان تقدم به على بطولة الدوري. الحقيقة الوحدة لاحظنا يعني عم يدفع ضريبة تراجع مستوى لاعبيه بشكل ملحوظ بعد البطولة الأسيوية. يعني عم بدأ الدوري بمستوى كتير متميز، قدم مباريات حلوة في البطولة الأسيوية، يمكن خروجه من كأس الاتحاد الأسيوي صار عندهم شوي نوع من الإحباط النفسي. يعني أنا كنت أشعر أنه عم تابع مباريات الوحدة في شيء خفي غير فني بالفريق، كان فعلا يعني غير المستوى اللي عم يقدمه بكأس الاتحاد الأسيوي. فعلا في أمور طبعا يمكن إحنا ما بنعرف فيها بداخل أجواء الفريق، لكن ما هذا هو فريق الوحدة اللي هو بطل الدوري واللي شفنا مستوى يعني متميز. كان متوقع أنه فريق الوحدة أنه بده يكتسح الفرق الأخرى نظرا للاستعدادات يعني أولا استعدادات زائد بما يملكه من نجوم، يعني استقطب تقريبا معظم نجوم الأندية أكثر حتى من الجيش.
فكان هو يمكن أقرب منطقيا للقب. لكن قبل ما تتابع، أنا لفت نظري شغلي زميل سامر، أنه أول مرة بنسمع هتافات لنادي شيرين أين في دمشق، لأنه الوحدة في لأنه خمس, خمس لاعبين من نادي شيرين، يعني الجمهور اللي افتقدناه بنادي شيرين بلادية هون، يعني راح صار وهذا الشيء اللي راح نحكي عنه لما نحكي نعم. شوي عن أندية بلادية. نعم، فالحقيقة الدفاع الوحدة شوي كان في نوع من الاهتزاز، يعني أخذ يمكن تعرض مرمى لسبع أهداف بخمس مباريات، هذه نسبة عالية. صحيح. وسط الفريق كان عم نشوفه مرة متميز مرة تحت، ما كان بمستوى واحد بالمباراة الواحدة، لكن بالنهاية يعني الوحدة إجا بالمركز الثاني خلف الجيش، وهذا مركز يعتبر أيضا جيد. يعني هلا الجيش والمحافظة على المقرب الآخر، كان هناك تقدم المحافظة بهدف مقابل لا شيء، بعدين قلب الطاولة فريق الجيش مع أنه أضاع ضربة جزاء من محمد شريفي بالشوط الأول، يعني كان ممكن يتقدم بالشوط، لكن شو اللي صار يعني انه مثلا بالشوط الثاني انه انقلبت المعادله بهدفين مقابل هدف واحد؟ يمكن هو السماع نتائج يعني الحافز، معناته ممكن في حافز مباراه الشرطه، حسوا انه اللقب صار ممكن يكون قريب منهم، هذا الشيء اعطاهم دفاع اكثر. لاحظنا ايضا فريق المحافظه بالنص الثاني من الشوط الثاني بدنيا شوي تراجع، بينما وطبعا هو المحافظه يعني عم يلعب مباراه شبه تاديه واجب، فصار عندهم حافز اكبر فريق الجيش، لانه شعروا انه اللقب هو في متناول، يعني اصبح ممكن. وهذا طبعا بهيك مباريات فريق عم يلعب بلا حافز وفريق عم يلعب وعينه على البطوله. هلا صدر كلام حول يعني اتفاق فرق الهيئات انه ما يخرج الدوري من فريق او انديه الهيئات، يعني مثلا عندك الشرطه او الجيش او حتى المحافظه، يعني كان هناك كلام حول مثلا نيه انه المحافظه لاعطاء الدوري للجيش، يعني بس اللي شفناه غير شكل، يعني تماما هذا بدي اقول لك. نعم. اللي شفناه نحن كمتفرجين، يعني اللي شفناه ما لاحظنا هالشيء بالنسبه للمباريات ثلاثه، يعني بتوقع كانت مباريات ثلاثه نظيفه، خاصه انه تقدم المحافظه بهدف تقدم بهدف. نعم. يعني كان ما شعرنا من خلال اداء المحافظه وايقاع المباراه وسير المباراه بشكل عام، ما لاحظنا انه في اشياء خفيه. على كل حال يعني الجيش بالمجموعة الأولى اللي كان فيها هو حصل على المركز الأول، والشرطة بالمركز الثاني، المجد بالمركز الثالث، المجموعة الثانية الوحدي كان اكتسح يعني المحافظة والمصفات، يعني بقية الفرق. هلا إذا بدي يجي على موضوع المصفات بانياس، رغم كل الإمكانيات بيحرز المركز الخامس من أصل ست فرق، يعني المصفات بانياس كان رايح يعني حسب الوعود للآخرين كان باتجاه الانسحاب، حتى ما تنفذت، يعني حتى ما تنفذت، لكن قادر وجاب نتائج، وخاصة بفوزه بالمباراة الأخيرة على المحافظة بهدفين مقابل هدف واحد. الحقيقة اللي بيميز فريق مصفاة الروح العالية الحقيقة. نعم. عند لاعبي أو على المجد عفوا. الجهد الكبير كمان اللي ما بنقدر ننكره للمدرب القدير عمار الشمالي، اللي الحقيقة عمل فريق محترم، فريق متوازن بالأداء. لاحظنا دائما هو عم ينافس، ما عم يقدر، تعرف الموسم الماضي العام الماضي كان هو وصيف نهائي الكاس ايضا، لكن يمكن غياب الدعم المالي شوي. نعم. اثر على الفريق، كان في وعود انه يكون في دعم مادي اكبر، والا لو هيك كان ممكن يكون حتى قريب لينافس على البطوله. صراحه احنا يعني قبل ما يتوجه فريق مصفات بانياس الى دمشق للمشاركه بالدوره السداسيه، وجهنا نداء من خلال إذاعة أمواج اف ام إلى محافظ طرطوس ومحافظة طرطوس ككل، يعني كقيادات سياسية لتدعم رياضي لتدعم نادي مصفات بانياس، يعني لو كان هناك دعم لكان هناك كلام آخر طبعا، يعني كان ممكن فعلا فريق المصفات يكون منافس قوي حتى على البطولة، لكن المركز اللي أخذوا يعني ما فينا ننكر أنه الوحدة والجيش والشرطة وحتى المجد والمحافظة، يعني الفرق الخمسة الأخرى كخبرة أكثر، كدعم مادي أكبر، كنجوم أفضل، فبيظل هالوضع هذا بتوقع اللي حققه مصفات بانياس كان جيد، وجيد جدا كمان. فريق الجيش 13 مرة يحرز بطولة الدوري، بدأها عام 1972-73 موسم الأول، واخرها كان عام 2013 بيحرز ايضا كاس الجمهوريه، مع يعني كاس الجمهوريه ايضا 8 مرات. فريق الجيش العربي السوري ايضا محافظ منذ تاسيسه حتى الان على مستوى رائع، يعني صحيح نادي هيئه لكن ايضا المستوى اللي عم يقدمه شيء جيد. يعني بنحكي دائما عن موضوع الاستقرار الاداري، يعني الامور تبدا من الهرم الاداري. نادي الجيش اداره مستقره، في موازنات خاصة توضع على الرياضة ولكرة من خلال إدارة الإعداد البدني، زائد دائما عم يكون في اختيار جيد للمدربين،
عم يكون في استقرار تدريبي، عم نلاحظ الجيش عم حتى الشرطة نفس الكلام عم في حفاظ على الاستقرار التدريبي والاستقرار الإداري. لما بيكون عندك أنت اللاعب بيشعر أنه هو حقه محفوظ بكل شيء، يعني المادي حتى بالأكل حتى بالمنامة بالمعسكرات بكل شيء، هذا الشيء طبعا أكيد عم يعطي استقرار نفسي، والعامل النفسي عامل مهم نعم جدا أكيد. للاعب لحتى يقدم الأداء المطلوب منه بالملعب، زائد الخبرة الخارجية أيضا. ما ننسى أنه اكتسب الجيش طبعا خبرة خارجية بكأس واسعة الاتحاد من خلال الآسيوي يعني. عدة مشاركات يعني خارجية آسيوية وعربية. أيضا هو يتمتع بأنه أول فريق سوري يحرز كأس الاتحاد الآسيوي عام 2004 بفوزه على الألن الوحدي يعني. نعم. يعني دائما في ند بين فريق الجيش وفريق الوحده على مر السنوات، يعني مستواهم متقارب الحقيقه. ايضا ما بننكر فريق الوحده يعني فريق بضم اولا في عنده دعم مادي كبير، صحيح. ايضا في عنده استقرار صحيح. اداري، كمان مستقطب نجوم الانديه يعني هو الوحيد بسوريا نادي الوحده من خارج انديه الهيئات المدعوم تماما يعني حاليا يعني. بنحكي حاليا عن السنوات الازمه، خلينا نقول السنوات الاربعه الماضيه، الانديه اللي حافظت على وضعها اللي هي الجيش الشرطه الوحده والمحافظه، نعم. هالاربع انديه مستقره بشكل عام. اذا بدنا نشوف يعني المقلب الاخر انديه اللاذقيه وين من شغله الاستقرار الاداري، مع انه الاستقرار الامني موجود الحمد لله في مدينه اللاذقيه، يعني هبوط حطين وهبوط جبله وايضا يا دوب ظل تشرين بالأولى، أيضا تضامن إلى الثالثة، يعني مشكلة يعني حكيت عن موضوع فعلا الاستقرار الأمني. يعني إذا بدنا نحكي بصراحة يمكن لو كانت قاسية شوي، لا قبل سنوات الأزمة أندية اللاذقية نجحت ولا حتى بسنوات الأزمة، يعني للأسف حتى لو عدنا تدريجيا حاليا تقريبا لزمن الهواية في ظل اختفاء دور رجال الأعمال والداعمين طبعا بفترة نعم. الأزمة، لكن بقيت أندية الهيئات هي المسيطرة مثل ما قلنا، مثل الجيش والشرطة والمحافظة والوحدة اللي هو تقريبا النادي الوحيد عم يتلقى دعم مالي سخي. صحيح. هذا الشيء طبعا أدى لتضاؤل فرص ظهور أندية أخرى. بتذكر قبل سنوات الأزمة برزت حقبة نادي الكرامة، الاتحاد، صحيح. حتى أكيد. الطليعة بشكل أقل يعني النواحي. كانت أندية بخير، كانت الأندية بخير. بخير، لكن أندية اللاذقية لا بأيام الخير يعني برأيك شو هل هي يعني موضوع الصراعات الموجودة داخل الأندية بشكل الأساسي؟ حكيت قبل شوي موضوع الإدارات، يعني دائما بنلاحظ هي موضوع الانتخابات، دائما صرنا بنعرف انتخابات الأندية لا تفرز الأفضل، هذا شيء واقع. يعني حتى نحكم على أي إدارة بالفشل أو النجاح بدنا نشوف عملها، وللأسف يعني حتى إدارات الأندية التبديل المستمر بالإدارات إن كان بتشرين أو بحطين أو حتى بجبلة، يعني هذا الشيء عم يعطي نتائج سلبية جدا على رياضة هالأندية، وطبعا كرة القدم هي بالواجهة. بنلاحظ أيضا معظم مجالس الإدارات عم يكون في صراعات خفية. أكبر دليل على ذلك أنه حتى موضوع اللاعبين اللي هاجروا من أندية الساحل، يعني أندية اللاذقية، جبل الحطين، أبدعوا مع فرق يعني تماماً. موجودة في يعني مثلا يعني كان الجيش أو الوحدة أو المحافظة أو حتى يعني مجموعة من الأندية، يعني وكأني بشعر أنه إدارات أندية اللاذقية تعشق تغيير المدربين وتطفيش اللاعبين. يعني إدارات الأندية للأسف يعني بدون ما نحكي طبعا أسماء، كان بإمكانها على الأقل مثل ما بيقولوا تضب هاللاعبين هدول تستقطبهم. اللاعب أكيد بيكون مرتاح بناديه أكثر نفسيا إذا كان هو مؤمن له الراحة المادية. على كل حال هذا بحث طويل أكيد يعني بده لازم حلقة خاصة، بده حلقتين ثلاثة يعني إن شاء الله. على كل حال يعني بعد ما باركنا لفريق الجيش، يعني هلأ نحن بعد شوي بعد الانسيرتات نحن محضرين هيك استراحة قصيرة، يعني منبارك لفريق الجيش حصوله على بطولة الدوري للمرة 13 في تاريخه، أيضا هو بطل كأس الاتحاد الآسيوي عام 2004. يعني نحن منبارك أنفسنا لفريق الجيش اللي راح يشارك أيضا بكأس الاتحاد الآسيوي في الدور الثاني. يعني موضوع الأندية مثل ما حكى الزميل سامر، يعني تحتاج إلى استقرار، تحتاج إلى الاستقرار بأنواعه، استقرار مادي، استقرار إداري، استقرار مدربين، حتى استقرار لاعبين، هذا هو ناتج عن مستقرار المادي. يعني حلقة متكاملة مع بعض، حلقة متكاملة. يعني قبل ما انتقل للاستراحة، يعني زميل سامر، يعني حتى موضوع الأندية في الساحل سواء كانت شين وحطين أو جبلة، يعني بعد المعمعة اللي صارت، يعني
ممكن استراتيجيا لقدام يكون في شيء كويس؟ نحن دائما بنتفائل بالخير وما بنحب نكون متشائمين، بنتمنى انه حاليا الادارات الحاليه بتشرين وحطين وجبله تقدر فعلا انه نحن داخلين هلا على موسم جديد، تقدر فعلا انه نشوف مستوى افضل لكره القدم، يعني كونها هي الواجهة الرياضه مثل ما قلنا، نشوف مستوى افضل، لكن بنتمنى انه مثل ما قلنا تغيب الصراعات الداخليه، يعني الصراعات الخفيه، بنتمنى نشوف ايضا اعضاء مجالس ادارات عندهم خبره، يعني هالشيء عم نفتقده، ما شرط انه يكون في داعم مالي، كمان مفروض يكون الدعم المالي مقترن بوجود خبره رياضيه، ويكون في انسجام داخل الادارات، يكون قرار واحد. نعم. يعني الاسبوع الماضي كان في يمكن حديث لاحد اعضاء اداره نادي حطين عم بيحكي انه الاداره الجديده منسجمه ومتفاهمه، ان شاء الله ان شاء الله، يعني حتى عم تستقطب كل كوادر النادي، بس ما يكون كلام مثل غيره، يعني ايه لحتى مجرد كلام في الرياضه، يعني حتى ما يكون كلام فقط للاعلام، بتمنى نعم. شيء نشوفه على ارض الواقع كونه هي لاحدث اداره صحيح. تشكلت بلادي. على كل حال، فتاة سورية عمرها 15 سنة اسمها ليزا حيرت جمهور الباريسي، جمهور فرنسا في مدينة باريس، وكانت إلى لقطات رائعة. خلينا نشوف هالاستراحة صغيرة وبعدها بنرجع. Just do it so free. Want the good life? Don't delay. Why put off tomorrow what I could do today? Hey yo, been there, done that, murder. Yeah, done that, murder. Done that, murder. Hey yo, been there, done that, murder. Unwrap, pay dues, don't pay checks, so run that. High hopes, don't sleep, don't do cheap seats. Up front, on stage, where the fuck at? Misfit, diamond, see me shining. Dudes do they best to scratch for grinding. Better like who done it, so yo, who won it? Don't believe the hype, you simply. طبعا احنا هلا بنرجع بعد شوي، لجد انه شريط شوي في بنرجع بنعيدها مره اخرى، لكن بس يكون شريط جاهز. يعني بتشوفوا يعني دائما انه السوريين وين ما راحوا دائما فنانين، سواء كان على مستوى الرجال او حتى على مستوى السيدات. نحن نتمنى في يوم من الايام انه نشاهد منتخب سوريا للسيدات بكره القدم ويشارك بكاس العالم، يعني كأس العالم الأخير أكيد زميل سامر تابعت طبعاً فعلا كانت فيها مستويات رائعة، كان في مستوى رائع، تفاجأنا فعلا نساء سيدات أمريكا اللي حظوا بكأس العالم. يعني إن شاء الله نشوف منتخب، إن شاء الله نتمنى، رغم أنه بجوز طبعا بهالظروف هي شوي اهتمام بالكرة القدم النسائية، هي كان في قبل الأزمة كان في مبادرات من اتحاد كرة القدم ينشط هاللعبة، لكن طبعا ظروف اجتماعية معينة بالإضافة للظروف اللي عم نعيشها خففت شوي من هذا الموضوع. على كل حال أنا بدي أرجع نحكي بموضوع منتخبنا الوطني للناشئين، كادر جديد يعين خلفا لمروان خوري، جاء الأصل يعني محمد العطار عاد لتدريب منتخبنا الوطني للناشئين اللي أهلوا لكأس العالم بتشيلي عام 2015 طبعا في الشهر العاشر. رأيك بموضوع التغيير من قبل اتحاد كرة القدم أنه شالوا محمد عطار جابوا مروان خوري، شالوا مروان خوري جابوا محمد عطار، شو رأيك؟ يعني هذا الشيء اللي بنحكيه دائما نحن، واحيانا نتعرض لنقد لانه بننتقد كثير نحن عمل اتحاد كره القدم، يعني هذا التخبط، يعني التخبط في والعقليه الغريبه اللي بيشتغل فيها اتحاد كره القدم. يمكن حكينا هون السنه الماضيه بتذكر على نفس الطاوله، نعم صحيح، حكينا انه استغربنا لماذا مدرب محمد العطار اقيل وهو اللي اوصل المنتخب لنهائيات كاس العالم، ويبدو اتحاد كرة القدم اكتشف، وإن شاء الله ما يكون اكتشف متأخرا، نعم، أنه أعاد الحق لأصحابه. ما فينا نقول هون الرجوع عن الحق عن الخطأ فضيلة، لا، لأنه مثل ما قلت الزمن ما عاد كتير متبقي، يعني أشهر قليلة على موعد، بس هو يعني المروان خوري ما قدم، يعني لعب مباريات ودية خسر كلها، كتير خسر تماما، يعني بغض النظر حتى عن مباريات ودية كنا نسمع كتير من وراء الكواليس أمور وأشياء ما فينا لا كتير نحكي فيها بتفاصيل، حتى المستوى لأنه كان منخفض، المستوى انخفض بشكل كتير واضح. على كل حال إن شاء الله يقدر محمد العطار يكمل مع الفريق بنفس النسق اللي ابتدى فيه، وبعتقد أنه هذا القرار طبيعي كان أنه يرجع الكادر القديم للمنتخب. هلا انا عجبني حديث امبارح، يعني قرأته مقال يعني كان مع الدكتور عمار عوض لاعب حطين السابق ولاعب منتخبنا الوطني سابقا، قال بانه اللي عم نشوفه انه نحن من خارج سوريا، انه عم نشوف مثلا
إقالة مدرب، تعيين مدرب، إقالة مدرب، تعيين مدرب، يعني شيء مخجل. عدم الاستقرار، هلا كنا عم نحكي بالانديه وكان بالمنتخب، عدم الاستقرار يعني هذا الشيء كثير عم يكون له تاثير سلبي على المنتخب، حتى على مستوى منتخب الرجال كمان سمعنا من فتره عن بعض الاشكالات مع المدرب فجر ابراهيم بالنسبه للمنتخب الوطني. نعم. وهدد بالاستقاله، يعني المدرب احيانا عم يشتغل بحاسس حاله هو مانه مرتاح، يعني عم يشتغل بظروف نفسيا هو ما مهيأ له يشتغل فيها بالشكل اللي هو بده اياه. هذا الشيء بالتاكيد بده ينعكس على اللاعبين، يعني اللاعبين ما لهم عايشين بعالم صحيح. اخر، يعني هن عايشين اجواء المنتخب وبيعرفوا كل التفاصيل اللي عم تصير. زياد شعبو ايضا اضافه جديده للكادر الفني مع محمد العطار، يعني مبارك للكابتن زياد شعبو لاعب منتخبنا الوطني وايضا لاعب فريق بيروزي الايراني وفريق الجيش العربي السوري وايضا لاعب نادي الكرامه ونادي تشرين، اكيد حطين يعني اسم كبير زياد شعبو، يعني اضافه جديده بالنسبه ل بالتاكيد هاللاعبين هذول يعني الفريق. لازم ياخذوا فرصتهم، وانا بعرف زياد عن قرب، يعني الحقيقه بيتعب حاله كثير وعمل دورات تدريبيه ودائما عم بيحاول يطور نفسه، وهو من جيل هلا المدربين الشباب، يعني نفس الجيل اللي حكينا مثل مدرب الوحده. نعم. والجيش وايضا الكابتن عمار شمالي مدرب، يعني كل هالجيل هدول من اللاعبين احنا فعلا بنفرح لما بنشوفهم بدوا يدخلوا بعالم التدريب. هلا انا سمعت بالنسبه لبعض الاقاويل يعني انه زياد شعبه كان مظلوم بنادي حطين، يعني انه ما عطوا الفرصه لحتى يثبت، لكن مثل ما بيقولوا ابواب السماء فتحت له يعني وراح على منتخب الناشئين ك بالكادر الفني ده. دائما بأندية اللاذقية رافعين شعار مزمار الحي لا يطرب. نعم. فدائما مدرب ابن النادي بيكون مظلوم يعني. فزياد الآن فرصة بالنسبة له بعتقد كتير ممتازة، خبرة كبيرة ممكن تتاح له أنه يشارك بهيك عرس كروي عالمي. نعم. مباراة طبعا منتخبنا الوطني في بكأس العالم بتشيلي بالشهر العاشر من هذا العام، جاء في المجموعة السادسة إلى جانب البرغوي، أيضا إلى جانب نيوزيلندا وإلى جانب فرنسا، فرنسا بطلة أوروبا، أيضا نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا، البرغوي رابع الترتيب بأمريكا اللاتينية. كيف بتشوف المجموعة زميل سامي؟ يعني أنت لما عم تلعب بنهائيات كأس العالم كل الفرق المتأهلة فرق قوية بالتأكيد، فرنسا بتوقع هي الأقوى بالنسبة. نعم. للمجموعة نيوزيلندا والباراغواي ممكن أقل مستوى. نحن مطلوب مننا نقدم أداء جيد أول شيء، طبعا طموحنا أكيد أنه إن شاء الله نتأهل للدور الثاني وبعده، لكن مهم أنه المنتخب يظهر بأداء جيد، وبتوقع يعني الروح العالية عند اللاعبين والتصميم والتحضير الطويل، فترة التحضير الطويلة، ونتمنى اللي صار بالنسبة للجهاز الفني ما يكون أثر كتير على اللاعبين، عندهم الحماس عندهم الإرادة. سوريا هي الدولة العربية والأسيوية الوحيدة الموجودة بنهائيات كأس العالم، إن هي عم تمثل سوريا عم تمثل العرب كلهم في هالبطولة هاي. نتمنى إن شاء الله أنه تتاح لهم فرصة الظهور بالمظهر اللائق ويسعدوا الجماهير كلها، لكن كل الفرق بتوقع هي بمستوى متقارب، يعني ما فيك تقول مجموعة أصعب ومجموعة أسهل، المجموعات كلها كانت متقاربة. يعني أنا بدي أعتذر من السادة المشاهدين على الاستراحة اللي كنا بدنا نعملها، لكن يبدو نشيط ما جاهز، إن شاء الله الحلقات القادمة بنعمل نشيط وبنعمل ونفرجيكم الاستراحة الحلوة يعني. على كل حال أيضا بدي أحكي عن موضوع الشباب، يعني قبل الشباب هناك أيضا منتخب الناشئين الجديد أيضا بقيادة المدرب عساف خليفي، يعني أيضا عساف خليفي عم ياخذ فرصته الآن مع منتخب الناشئين الجديد، وهذا الشيء اللي حكيناه أنه هالأسماء هي لازم تاخذ فرصتها. نحن حاليا ما في إمكانيات طبعا أنه نجيب مدربين على مستوى عالمي حتى لمنتخب الرجال، يعني فبدنا نشتغل بالكوادر الوطنية. نعم. حتى الأندية ما عم تقدر تجيب لاعبين محترفين من الخارج، فبدنا نعتمد على أبناء البلد، وأبناء البلد هي فرصتهم أنه ياخذوا دورهم في أنه يقدموا شيء اللي هو مطلوب منهم. وبتوقع يعني اختيار عساف خليفة أيضا هو من اللاعبين المتميزين سابقا، وصار عنده كمان اشتغل على دورات تدريبية. نحن نتمنى يعني كل الخير، يعني حتى مدربين الشباب يعني ياخذوا فرصتهم، يعني المدربين الشباب هذول اللاعبين اللي لسه ما صار لهم كثير وقت تاركين. نعم. ملاعب كرة القدم. على كل حال يعني الشباب عم يخبروني بالكنترول انه الشريط جاهز بالنسبة للاستراحة، راح نفرجيكم اياه، تفضلوا. For the love, yeah, the love of money, use it to pay for food, so don't go hungry. Do trips to the Caribbean, do skiing, don't mind me. Just
just do it so free. Want the good life? Don't delay. Why put off tomorrow what I could do today? Hey, yo, been there, done that, murder. Yeah, done that, murder. Done that, murder. See me shining, dudes do their best to scratch but grind it. Better like who done it, so y'all who want it? Don't believe the hype, you simply find it. Must be the music. I'm in a trance, making me high. Must be the music. Say this, don't even try. Must be the music. I'm in a trance, making me high. But don't break the china, don't make faces. But you're not behind them. Don't get caught, make sure you give some good light. Make a fall out there, got it in the nursery. French pain, tickle with the book. She say do it, do that shit on the double. Break up, make up, don't hold no grudges. Make sure you tell her if her makeup smudges. Couple in a hand, dude, fucking more champagne. Who need to do it for the get a girl campaign? Lifer, lifer, exchange the I-do's anniversary. Don't let her remind you. Must be the music. I'm in the trance, making me high. يعني بلد مثل سوريا بيطلع منها عبد القادر كردغلي، جيفورك مرتكيان، نزار محروس، عمار حبيب، يوسف هولا. شيء طبيعي انه نشاهد هيك مناظر، يعني ايضا لفريق لسيدات سوريات في المغترب. شو رايك جميل سامي؟ واضح انه فعلا موهبه متميزه، يعني ان شاء الله يكون ميسي يقدر يشوفها، ترى شو بيكون رايه. بلكي ان شاء الله، يعني موضوع الادارات بالساحل بلكي بيتعاقدوا معها، يعني بنجيب الدوري على يعني. على كل حال ايضا خلينا نحكي شوي عن الدوري الانجليزي. بدا ليفربول يحرز الفوز الاول على ستوك سيتي بهدف مقابل لا شيء. هذا اللي بيهمك انت اكثر؟ طبعا بيهمني انا يعني. نعم، بدايه قويه كانت لليفربول لمانشستر سيتي. ايضا الحقيقه مانشستر سيتي يعني عم اعطى انذار يمكن بهالفوز اللي حققه على ويست بروميش. نعم، اعطى انذار للفرق انه هو قادم ليستعيد لقبه المفقود. البدايه كانت سيئه للارسنال اللي اخذ بخسارته ايضا، ويست هام بهدفين مقابل شيء. حامل اللقب تشيلسي ايضا فشل في تحقيق الفوز، اكتفى بالتعادل مع سوانسي سيتي. يعني هدفين لهدفين. نعم، اللي لاحظنا انه المنافسه رح تكون قويه، يعني في اكثر من فريق. طبعا الاسبوع الاول صعب انه تقدر تحكم، على الاقل بدك 4 أو 5 أسابيع لحتى شوي البطوله تاخذ شكلها، لكن واضح انه من خلال حتى التعاقدات اللي اجرتها الانديه رح تكون منافسه قويه هالموسم بالدوري الانجليزي. ليفربول يعني شو رايك هلا؟ الجول تبع كونتينيو يعني شيء من اجمل الحقيقه اهداف، ان لم يكن اجملها اللي شفناها. يعني اذا بدي احكي انا، اذا بدي احكي بلغه الرياضه، انه جول بيسرع صرا يعني. فعلا كان هدف كتير رائع على اللاعب متميز كوتينيو. نعم، وفعلا كتير منيح انه حافظوا عليه رغم انه جدوا كتير عروض من اندية اخرى كبيرة، لكن هو فضل البقاء في ليفربول. بتوقع انه ليفربول السنة يكون بمستوى افضل من اللي شفناه السنوات الماضية، وبعرف انه كتير في العشاق ليفربول في بلدنا. يعني النقاد وجهوا كلام حول روجرز مدرب فريق ليفربول بانه عمل تعامله تعاقدات يعني بالجملة بشكل كويس، يعني حتى حافظ على بالوتيلي. يعني رغم يعني يمكن هذا الشيء اللي قدر عملته إدارة نادي ليفربول، انه فعلا تعاقدات اختلفت عن الموسم الماضي. نعم، وهذا الشيء كان واضح انه رسالة انه ليفربول رح يكون السنة بمستوى افضل من المواسم السابقة. هلا الدوري الاسباني مو مطول، يعني بالنسبة للاستعدادات، يعني هلا رافائيل بينيتيز يعني مدرب ليفربول السابق ايضا هو المدرب الاسباني، يعني عم يعطي توليفة جديدة لريال مدريد، يعني خاصة بالمسألة الدفاعية. كيف راح يكون شكل الدوري الاسباني في قادم الايام؟ ما بتوقع الدوري الاسباني راح يختلف كثير عن المواسم السابقه، يعني اعتدنا على مدى سنوات طويله
ريال مدريد وبرشلونة، أتلتيكو، فالنسيا، أتلتيك بلباو، يعني دائما الفرق اللي بتكون قريبة من هاي. أتلتيكو مدريد شز عن القاعدة وأخذ نعم. بطولة من سنتين. بتوقع السنة ريال مدريد رح يكون بمثل ما تفضلت بتوليفة جديدة وبأداء جديد، يعني بشكل أداء رح يكون جديد، يشوفون ناس مختلف. أنا شفت بعض المباريات الودية للريال الفترة الأخيرة رح يكون بشكل مختلف. برشلونة محافظ على مستوى، الحقيقة لاحظنا من خلال المباريات أيضا الودية اللي لعبها. الفرق المنافسة يمكن على الأغلب رح تكون محصورة بين الناديين، لأن أتلتيكو فقد عدة لاعبين مهمين أيضا. أيضا حديث طويل حول الدوريات في أوروبا رح تشوفوها بالحلقات القادمة من كلام في الرياضة. بدي بارك أنا للجيش بطل للدوري السوري لكرة القدم 2014-2015. أنا بتشكرك جزيل الشكر الزميل الإعلامي المهندس سامر الزين، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. أهلا وسهلا فيك سامر. كلام في الرياضة لا ينتهي، وخاصة مع المشاهد اللي شفناها، إن شاء الله نشوفه مشاهد مقبلة ابتداء من الحلقات القادمة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.